الباحثة اللبنانية رحاب نصر تخصص ساعات طويلة من وقتها في التجارب التي تجريها لإيجاد علاج لمرض CML أو ما يعرف بمرض الإبيضاض النقوي المزمن، أحد أنواع سرطان الدم الذي يصيب شخصاً من أصل 1000 شخص في العالم. وقد وصلت التجارب إلى مرحلة متقدمة حيث انتقلت من الخلايا السرطانية إلى الفئران التي شفيت بالكامل بعد اختبار العلاج عليها. الأبحاث اللي عملناها على الخلايا وعلى الفئران أكدتنا أنه بالفئران هذا المزيج عم بيقضي على الخلايا الجذعية السرطانية، فالأمل كبير أنه كمان بالإنسان بيقضي على الخلايا الجذعية السرطانية. يعني إذا ماتوا هالخلايا تعتبري مات السرطان وشفي المريض. يأمل الباحثون في الجامعة الأمريكية في بيروت أن ينتقلوا في تجاربهم إلى مرحلة اختبار العلاج على الإنسان، وهي مرحلة كفيلة بإظهار مدى نجاح العلاج الذي يعملون عليه لسنوات. إجراء التجارب على الإنسان سيكون بحاجة لتعاون مع مختبرات إقليمية ودولية، وإتمام هذا الإنجاز العلمي يواجه دائماً بعقبة الوصول إلى تمويل ملائم. بلا تمويل ما فينا نشتغل. يعني أنا كل مرة بقول عنا نحن موارد بشرية، عنا علماء بيشتغلوا كتير منيح، عنا أفكار، عنا ريسورش أسيستنت كتير بجننوا، بس اللي بينقصنا هي الموارد المالية. البحث خلص كان ممول من أكثر من مصدر. نشرت نتائج الأبحاث هذا الشهر في المجلة العالمية لأمراض السرطان، وهو اعتراف ضمني من قبل باحثين عالميين بأهمية التجارب التي انطلقت قبل 4 أعوام في لبنان بإمكانات محدودة، وقد تؤدي في المستقبل إلى علاج دائم لأحد أنواع مرض اللوكيميا الذي يهدد حياة الآلاف حول العالم. لاريسا عون، سكاي نيوز عربية، بيروت. ومن بيروت تنضم إلينا الباحثة في الجامعة الأمريكية رحاب نصر، وأيضا هي الباحثة في هذا الموضوع تحديدا. دكتورة رحاب، مرحبا. أهلا يا أهلا. دكتورة رحاب، في البداية طبعا بدي أقول يعطيكم العافية على هذا، على هي التجربة وعلى تجربة العقار الآن على الفئران، ولكن الفكرة أحيانا تكون مغلوطة عن موضوع إبيضاض الدم أو ما يعرف بسرطان الدم النقي الحاد. حدثينا قليلا، ما هو هذا المرض؟ في الكرونيك مايلويد لوكيميا او ما يعرف بالابيضاض النقوي المزمن، هو نوع من انواع سرطان الدم بيصيب 1 ل2 بالمئة ألف شخص. المرض اذا ما تعالج بيؤدي لموت المريض. هلا المرض في له علاج اللي هو الجليفك او الايماتينيب، بس مشكلة الإيماتينيب أو الجليفك إنه ما بيشفي المريض. يعني المريض بحاجة ياخد الدواء كل عمره، والدواء كلفته عالية، الدواء بيكلف كتير المريض، يعني بالشهر بيكلف ألافات الدولارات. فإذا المريض أخذ الدواء ماشي حاله، بس نحنا كنا ببحثنا بنأمل إنه نلاقي دواء بيؤدي لشفاء المريض، يعني المريض ببطل بحاجة ياخد لدواء. طيب. لأنه الدواء اللي عم ياخده هلأ إذا وقفوا مرض بيرجع، السرطان بيرجع وبيعمل المريض ريلابس. قبل الدخول في موضوع التجربة دكتورة رحاب، يعني كانت هيئة أو إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أجازت استخدام عقار أو دواء يعطى عبر الجلد 2 مرات يوميا. هل هذا العقار، لا أعرف الاسم العلمي، هو ساينيريبو أو يشبه هذا الاسم، يعني هل هذا مفيد أيضا؟ كان في لكم أبحاث حوله أيضا؟ لا، الكرونيك مايلويد لوكيميا عنده علاجات اللي معترف فيها بالاف دي اي، هن التايروزين كايناز انهبيترز، يعني هن عملهم بيثبطوا البروتين السرطاني بقلب الخلايا السرطانيه، اللي هن ممكن يكون ايماتينيب، كليفك، دازاتينيب او نيلوتينيب، كلهم من نفس العائله. هلا كلهم بينعطوا للمريض والمرضى هلا عم يخدوهم، بس كلهم عنده نفس المشكله انه ما بيقدروا يقضوا على الخلايا السرطانيه الجذعيه. والخلايا السرطانية الجذعية مثل ما حكينا بالريبورتاج هن الخلايا الأم للسرطان، يعني إذا هو ما ماتوا كأنه المرض موجود، يعني إذا وقف العلاج رح يرجع المرض. طيب دكتورة رحاب، يعني أنتم كأول فريق طبعا بحثي عربي في هذا الموضوع تحديدا، إبيضاض الدم أو سرطان الدم النقوي الحاد، ما التحديات التي تواجهكم وما التحديات التي واجهتكم خلال هذه التجارب؟ البحث مثل ما ذكرنا صار لنا 4 سنين مبلشين فيه.
أول تحدي اللي هو أكبر تحدي هو تأمين التمويل، ونحن تنأمن تمويل للأبحاث قدمنا لعدة مطارح، الجامعة الأمريكية أمنت أسهم، مؤسسة قطر أمنت أسهم، كمان قدمنا على مؤسسة تاتا اللي هي مؤسسة بريطانية بتمول أبحاث على اللوكيميا. فكان هاي المشكلة كبيرة، مثل ما قلنا عنا ناس تشتغل، عنا أبحاث مهمة، عنا موارد بشرية مهمة، المشكلة الفعلية هي الموارد المالية، هاي مشكلتنا نحن. وعنا بعترف أنه في مشكلة صغيرة اللي هي ثقافة الأبحاث، يعني نحن بالبلدين العربية ما بنعرف شو أهمية الأبحاث، يعني بنفكر أنه عم نشتغل بس بالنهاية هدفنا نوصل لشفاء. ولكن التجربة التي طبقت على الفئران يجب أيضا أن تكون هناك تجارب إكلينيكية وسريرية تطبق على الإنسان، وهذه يجب أن تكون بموافقة ربما لمؤسسات طبية عالمية. أكيد هذه هلا المرحلة الثانية، نحن أول مرحلة على الخلايا السرطانية، ثاني مرحلة على الحيوانات المخبرية اللي عندها السرطان، وثالث مرحلة تنتقل على الإنسان. هلا المنيح بهالمزيج اللي نحن اختبرناه انه هو الدوايين اوريدي موجودين بالكلينيك، يعني الخلايا على الانسان تتضمن التجارب على الانسان تتضمن اربع مراحل، نحن اوريدي قطعنا مرحله واحده بنبلش بالمرحله الثانيه، بس اكيد تنبلش هالكلينيكال ترايل بدنا تعاون دولي، بدنا عدد مرضى كافي، بدنا تمويل كافي. هلا هيدي الخطوه ان الله راد اللي عم نبحث فيها. نسبه الاصابه بهذا المرض في عالمنا العربي مرتفعه دكتوره؟ هي بتصيب اجمالا هالمرض بصيب شوي الكبار بالعمر، والنسبه تقريبا من شخص ل 2 بالمئة الف شخص، نسبه منا كبيره كنسبه، بس مشكله المرض انه مثل ما حكينا بالدواء الحالي عم بيحول هالمرض من مرض سرطاني لمرض مزمن، مثل كانك عم تحكي عن الضغط او السكري. فكل البيشنتس يعني اذا بلبنان 4 ملايين عندنا بالسنه 40 بيشنت، ال 40 عم ياخذوا الدواء عم يضلوا عايشين، ثاني سنه عم يزيدوا 40 عم بيصيروا 80، يعني المرضى لحسن حظنا انه عم بيضلوا عايشين، بس هذا كله عم بيزيد عدد المرضى بالسنه، يعني عم بطل نحكي 40 مريض بالسنه. طيب كل سنه عم بيزيدوا 40. وعلاج هالمرضى عبء كبير على اكيد وزاره الصحه. تفضلي دكتوره رحاب. طبعا انا بتمنى لكم انه تكلل كل هاي التجارب بالنجاح. انا بحب اتشكرك واتشكر طبعا الفريق البحثي في الجامعه الامريكيه ببيروت. شكرا لك دكتوره رحاب نصر.